اللغة العربية وعاء القرآن، نبس فهم؟ كون اللغة العربية وعاء القرآن من خصائصها الدقة والضبط. نعطي مثال، مرادين مثلا الشهيد، ممكن يتوصفوا ذي تعرف إذ مرادين ملطخ بدمه، ملطخ يمس إذ مرادين مضرج بدمه، إذ مرادين مخضب بدمه. أن ديلا دقة بوال سمحتي خطرتي قال مباحث مهمة، مباحث لغوية أصولية، ركزوا معايا مليح. فغي دوصفض دوصفض الشهيد وزيد فرنسا أثناء فرنسا يذمن وكذا، إزمار دين ملطخ، ملطخ هاكي زين غلا يومس يومس. إزمار دين مضرج، مضرج استخدامت ذي تعرف إيوين يتعدان من بعد واعتدي عليه. إزمار ذا وين سمحتي هذا وضع الوضعي، ولكن ذي شو ذي الكلمة يقنو سفن مخضب، مخضب يقنو سلسي الخضاب، الخضاب ذي الحني يسمى إلى قد شبحظ أدينيض الشهيدكي إذا من الني ماشي ذا سمسي السمسن، لا شبحنت يشبح سي ذمنيس، لذلك يدفن بدمه في شرعنا الشهيد هكذا راه ينطل أك سي ذمنيس وتسير الضرا مين با لو كان يومس حلقة تسير مادام إذا منيس للشباحة. لذلك إذا تعرفت الكلمة ياكي تساكيس خدما مخضب من الخضاب. طبعا هذا مستوى الفهم ومستوى الحذاقة، فهم ضامك يعني خاطر قادرين تاوكتي كذا